للمزيد تنضم إلينا من موسكو علا شحودة الكاتبة والباحثة السياسية. أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. ما دلالات تكرار استهداف أوكرانيا لمدينة بيلغرود بالطائرات المسيرة؟ مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. الحقيقة تكرار استخدام أوكرانيا وإرسال هذه المسيرات إلى مدينة بيلغرود ومدينة كورس، وهاتين المدينتين الصغيرتين اللتين تقعان على الحدود الأوكرانية الروسية، حقيقة هما قريبتين جدا من الجغرافيا الأوكرانية. هذا دليل واضح على فشل النظام الأوكراني في هجومه المضاد الذي روج له إعلاميا بشكل كبير جدا، وابتدأ به في 4 يونيو، وبعد ذلك عندما رأى الفشل الذريع لهجومه أنكر أنه بدأ أصلا بهذا الهجوم. حقيقة استخدام هذه المسيرات هي وسيلة الضعيف وليس القوي، وهذا دليل على ضعف ما توصلت إليه اليوم القيادة الأوكرانية وفشلها بحصول على أحلامها التي كانت تطمح لها، ربما في تحرير المناطق التي ضمتها روسيا بعد بدء العملية الخاصة كما تدعي أوكرانيا، أو في التمدد إلى الداخل الروسي، أو في استعادة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا على أراضيها عام 2014. نحن نتحدث اليوم عن كل هذه كانت وعود من الجانب الأوكراني، وعدها لشعبه، وعدها للعالم أجمع بأنه سوف يستعيد هذه الأراضي من خلال هجومه المضاد الذي روج له إعلاميا بشكل كبير، لكن عندما بدأ في 4 يونيو تبين أنه هجوم فاشل بدون أي أهداف تستحق الذكر. إذن أستاذ علا، يعني تعتقد أنه هل الهجمات بالمسيرات بما أنك تحدثت عنها من جانب أوكرانيا لا تمثل ضغط على روسيا في المرحلة الحالية من الحرب؟ لنكن حقيقيين، بكل صراحة تشكل ضغط على روسيا. هذه المسيرات لها فترة ليست قليلة تهاجم، ليست تهاجم فقط المدن الحدودية كبلغراد وكورسك والقرى الصغيرة هناك، بل أيضا نستذكر أنها وصلت إلى داخل وعمق العاصمة الروسية موسكو، ويعني وصلت في يوم من الأيام إلى مقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذه كلها إشارات تدل على تضخيم الوضع اليوم وصعوبته وتعقيده وازدياد التوتر اليوم على الوضع الميداني والعسكري. بكل تأكيد هذه المسيرات صحيح أنها سلاح ضعيف وسلاح صغير، لكننا لا ننكر أنها أثبتت فاعليتها وجودتها في هذه الحرب، لأنها تستطيع أن تصل إلى أماكن حساسة في العمق الروسي، وأيضا تستطيع أن تصل على ارتفاع قليل جدا بحيث أنه أجهزة الإنذار الجوي لا تستطيع أن تلقطها أو يعني أن تعرف بوجودها، كما تتعامل مع الطائرات الاستراتيجية الكبيرة. لهذا هي اليوم تشكل ضغط على الداخل الروسي. يحاول الداخل الروسي اليوم، وتحاول القيادة الروسية التعامل بذكاء مع وجود هذه المسيرات التي فعليا أصبح تواجدها بشكل يومي، تواجد روتيني للمواطن الروسي، حيث أنها بشكل يومي تستهدف مناطق معينة في روسيا وليس فقط في المدن الحدودية. من أيام قليلة استهدفت معمل في ضواحي موسكو، وقبل ذلك استهدفت المطارات بنوكوفا ودميديدوفا، استهدفت موسكو سيتي حي الأعمال. هذه كلها ضربات قاسية للقيادة الروسية ورسائل من الجانب الأوكراني أننا نستطيع أن نصل إلى حيث ما نشاء. وحقيقة أيضا عمليا الجانب الأوكراني والمسؤولين الدبلوماسيين الأوكران لا يخفون ما يطمحون إليه وما يخططون إليه، فالكثير منهم عبر قنواتهم الخاصة على تيليجرام وغيرها من وسائل التواصل يقولون أن هدفهم من هذه المسيرات أن يجعلوا الشعب الروسي يشعر بألم الحرب كما يشعر المواطن الأوكراني، على حد قولهم وتوصيفهم. لهذا بعد أن فشل الجانب الأوكراني بتحقيق طموحاته وأحلامه في استعادة الأراضي التي كان يخطط لاستعادتها، أو في التوجه والتقدم في قواته نحو مدن معينة في أوكرانيا، لجأ إلى استخدام هذا السلاح الصغير الذي يمكن أن يحقق أهداف لا يمكن أن تحققها الطائرات الاستراتيجية الكبيرة. أستاذة علا، كمان يعني في هذا السياق أعلنت موسكو عن إيقاف سفينة متجهة إلى أوكرانيا، فما هو هدف روسيا من مثل هذه الخطوة؟
الحقيقة بالنسبة لإيقاف السفينة المتجهة بيكون تأكيد روسيا تريد أن توجه رسالة مباشرة إلى العالم وإلى الغرب الذي دعا أوكرانيا وإلى أوكرانيا نفسها أنها تستطيع أن توقف هذه السفن، وبيد روسيا فقط السماح للسفن بالعبور عبر مياه البحر الأسود الإقليمية أو رفض هذه رفض مرور هذه السفن. روسيا سمحت للسفينة في نهاية المطاف أن تمر، ويعني روسيا تريد أن توصل رسالة أنها ليست دولة إرهابية أو معتدية أو هي تفرض قيود على هذه المياه الإقليمية، لا، كل مشكلة الحبوب التي حصلت بسبب الغرب الذي رفض أن يوفي بالشق الخاص بالجانب الروسي. يعني روسيا قدمت كل المساعدات وكل التنازلات وكانت إيجابية جدا بصفقة الحبوب، لكن الجانب الغربي رفض أن يسمح للأسمدة والمنتجات الروسية بتصديرها في الدول الأوروبية التي كانت قبل هذه الحرب تصدر وتبيعها في هذه الدول، ورفض أيضا إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت المالي الذي يسمح للواردات المالية من القطاع الأجنبي بالوصول إلى روسيا. لهذا روسيا أرادت أن توصل الرسالة أنها تريد الحفاظ على مصالحها ولا تريد أن تضر أحدا، لكنها بنفس الوقت هي قوية وهي تستطيع أن توقف السفن وتسمح لها بالمرور أو تمنعها من المرور في البحر الأسود، لأن هذه المياه إقليميا وجغرافيا كما تعتبرها روسيا هي تتبع لجغرافيا الدولة الروسية. نعم، وكما ذكرتي أستاذة علا هي يعني مياه إقليمية، هل تتوقعي أي رد فعل غربي على هذه الخطوة بدواعي ضمان حرية الملاحة في البحر الأسود؟ هلا الحقيقة أعتقد حاليا أنه الدول الغربية ليست على جهوزية تامة للدخول بصراع بحري أيضا مع روسيا، وحقيقة في الأيام القليلة الماضية شهدنا عدة تصريحات من مسؤولين غرب أقروا أنهم سوف يرسلون أسلحة قديمة من دولهم إلى أوكرانيا، وهذه إشارات واضحة. عمليا الجانب الغربي اليوم ربما وصل إلى حالة من التعب والإنهاك من مد أوكرانيا بهذه الأسلحة. يعني خلال سنة ونصف لم يتوانى الشريك الغربي عن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، شهر بعد شهر كان هناك الكثير من الأسلحة المتطورة، حتى وصل بهم المطاف أن أرسلوا قنابل عنقودية، وهناك خطط لإرسال صواريخ بعيدة المدى. كل هذه لم تنفع الجانب الأوكراني، ربما الجانب الغربي يعتبر أن أوكرانيا فشلت في حربها التي عول عليها الغرب، وكان يعتقد أن أوكرانيا بعد كل هذا الدعم المالي الضخم مليارات الدولارات من الجانب الغربي لكنها لم تستطع أن تحقق أي نتائج ملموسة ولا تستحق أصلا النقاش وذكرها. لهذا الغرب اليوم يريد أن يسحب يده من الحرب الأوكرانية الروسية، لكن الموضوع ليس بهذه السهولة. كما يقال الدخول بالحرب سهل جدا لكن الخروج منها صعب. نعم، كل الشكر للأستاذة علا شحود الكاتبة والباحثة السياسية، كنت معنا من موسكو.